اي حرب لازم تنتهي بمفاوضات. لا اتحدث عن نهاياتها مخرجاتها. اي نهاياتها، نهايتها لازم تخرج بمفاوضات. الدكتور تحدث لك انه امكانيه ان تكون الامور هذه المره مختلفه كاعلام الدوله الفلسطينيه. لازم مفاوضات بس نتائجها مختلفه ولا غير مختلفه. هذا حسب موازين القوى اللي راح تصير في تلك اللحظه. اذا هناك يعني ضغوطات من الراي العام العالمي، امم متحده، جامعه الدول العربيه، الدول العربيه بفعل ضغوطات شعوبها راح تغير مواقفها وتنزج بطرق مختلفه بالتضامن مع الفلسطينيين، انا اعتقد اسرائيل يعني انا اعتقد حتى الكثير من مفكريها الان خلال هاليومين وصلوا قناعه ما في حل غير دولتين فلسطينيه، دولتين العفو، دوله اسرائيل، دوله فلسطين وعاصمتها القدس. انا اعتقد هو الكثير من المفكرين اسرائيل خلال هاليومين اكدوا على هذا الحل. انا اعتقد يمكن هو هذا الحل المفضي الصحيح لنتائج هذه الاوضاع.